مرحبا، شلونكم؟ هاي حلقة جديدة من برنامج بس بالعراق، واني سجاد الشاعر. مثل ما عودناكم وتعودنا بهذا البرنامج انه نجي نستعرض شكو شيء ايجابي يخص العراق والعراقيين. كل شيء يتم رصده بشكل يومي بكل محافظات العراق من الشمال الى الجنوب لامور ومواقف تخص العراقيين راح تلقوها بهذا البرنامج. مو اي مواقف، لا، المواقف اللي تدل على الغيرة والكرم والنخوة والعزوبية والسخاء وكل شيء حلو وجميل او ايجابي يخص العراق والعراقيين. جينا هنا بداية حلقتنا اليوم راح نحكي على الكرم النجفي. شنو الكرم النجفي؟ النجفيين معروفين بكرمهم وغيرتهم ونخوتهم وعزوبيتهم، مثل ما نشاهده بأيام الزيارات وأيام الأربعينية. أهل النجف يفتحون بيوتهم ومساجدهم وحسينياتهم ومواكبهم ومضايفهم حتى يستقبلون الزوار. الآن إحنا بشهر رمضان المبارك، أهل النجف ومواكبهم موجودة وعامرة. موكب النجف الأشرف، موكب أبا الفضل العباس، شباب النجف، أولاد علي، مسوين سفرة رمضانية بكل يوم ومن قبل 20 سنة إلى يومنا هذا. يفرشون هاي السفرة ويقدمون الفطور للزوار الوافدين إلى مدينة النجف الأشرف، مدينة العلم والعلماء، مدينة الكرم، النجف. تعالوا خلينا نشوف هذا الفيديو. حسينا مشينا دربك، مشينا إلى الله، إلى الله. القارات السبعة ضجت والكربلاء أمسيا حجت، القارات السبعة ضجت والكربلاء حسين حجت إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله. سفر إلى الله حسينا لنا حسينا، ارشوا الصفاء جايبين جاهزين للصفاء. حي الله ولد علي، حي الله ولد علي. إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله. شراع السفينة يمشي من الكربلاء، يقيم موكب النجف الأشرف شباب أبو الفضل العباس مأدبة أفطار طيلة أيام شهر رمضان المبارك إلى الزوار الوافدين إلى مدينة النجف الأشرف، ونسأل من الله القبول والتوفيق لجميع المساهمين والمتبرعين في خدمة زوار أمير المؤمنين ولا موكب النجف الأشرف شباب الفضل العباس القائم على هذه السفرة. ومنذ 20 سنة تقريبا على التوالي مستمرين في تقديم الخدمات. كرم عظيم كرم النجف الأشرف، ونسأل من الله القبول لأهل النجف ولأولاد علي ولخدام الحسين لتقديم الطعام إلى زوار أمير المؤمنين. كرم النجف من كرم أبا الحسن علي عليه السلام. أهل النجف شنو اللي جاي تسووه؟ شنو اللي جاي تقدموه؟ شنو هذا السخاء اللي موجود عندكم؟ شنو هذا الكرم اللي ما موجود بغير العراق وبغير النجف؟ شنو هذا الروح والإنسانية اللي أنتوا تبدون يوميا وبشكل مستمر من قبل 20 سنة بشكل متوالي إلى
هذا اليوم وانتم تقدمون الاكل والفطور بصوره مجانيه للزوار اللي يتوافدون الى مدينه النجف الاشرف. يصيح الله اكبر، لازم اكو سفره ممدوده. نانا على طول شارع زين العابدين بالقرب من صحن الامام علي عليه السلام، والناس قاعده الشوربه والتمر والتمن والمرق، وتلقى نوع من انواع الحلويات موجوده وبالمجان. اكو مؤسسه واقفه ورا هذا الموكب؟ لا، ذولا ناس جوي سووا موكب وقالوا احنا خدام لزوار الامام علي ولزوار الامام الحسين عليه السلام، نقدم الاكل وكل الخدمات بصورة مجانية لكل الزوار اللي يجون يحطون رحالهم بمدينة النجف الاشرف، وهاي من اموالنا الخاصة. نجي احنا نقول تشوفون مثل هيك موقف، تشوفون مثل هيك كرم، مثل هيك سخاء بغير العراق يا اخوان مستحيلة. تقولوا لي لا تبالغ، انا ما جاي ابالغ، جاي احكي اللي دا اشوفه، جاي اسولف اللي جاي يصير بالفيديو، ما جايبين شيء من عندنا وما جايبين شيء ما موجود على ارض الواقع. هذول العراقيين، هذول الشعب العراقي، هذول ابناء حيدر الكرار، هذول ولد علي اللي هم حقيقة رفعة راس. والله العظيم ايش قد ما نجي نسولف ونحكي ونعلق فاحنا مقصرين بحقكم، ما نقدر نوصل وما نقدر نصف الكرم اللي عندكم، ما نقدر له، مستحيلة. الله يوفقكم وإن شاء الله مستمرين على هاي الخدمة في رمضان وفي موسم الأحزان عاشوراء، نشوفكم تقدمون الخدمات لكل الزوار العراقيين والأجانب اللي يتوافدون للعراق بأيام المناسبات الدينية. أنتم فخر حقيقة، أنتم فخر. خلينا نشوف. وصل إلى البصرة حسين بالسفرة، من البصرة كلها تمت وبعدها على السفرة. هنا مجهزين شوربة وتمن ومرق وسوينا فاصولية. سهل بالكرة الأرضية منو من عزوبية، سيارة الأربعينية تقول الشاهي عراق حسين عراق حسين بالسفرة. الموصل إلى البصرة توصل الحضرة عراقك واحد، الله الحسين جننا الحسين. اي والله الحسين جننا الحسين. وشنو اللي ممكن اقوله واعلقه واضيفه على هذا المقطع وهذا المشهد اللي حقيقة نفخر من نشوفه ونفرح من اعماق قلوبنا على اللي جاي يقدموه العراقيين، على هذا الكرم اللي ما موجود بس عند العراقيين، على هذا السخاء اللي يفتقرون الى كل شعوب العالم بس جم العراقيين تلقاه. من هذا المقطع انتقل لمقطع اخر صارت عليه ضجة بالفترة الاخيرة بالايام القليلة الماضية لحالة الحاجة ام ابراهيم. هاي الحالة زرناها مع الزميل معتز الحبيب في منطقة في محافظة عفوا البصرة في منطقة كتيبان. هاي المرأة البسيطة اللي تحكي اللي موجود بقلبها وتقول لك أنا ما عندي وعبايتي صار 30 سنة ما مبدلتها، وحتى تكرمون نعال ما عندي فلوس، ربع دينار ما عندي. مجرد أنه عرضنا هاي الحلقة على شاشة الفرات وعلى منصات التواصل الاجتماعي التابعة لقناة الفرات، استجابة سريعة للعراقيين كأنما صار بيتها مزار، وكل العراقيين من كل المحافظات سياراتهم باتجاه البصرة كلهم راحوا للبصرة. رادت ثلاجة طوها ثلاثة، رادت مجمدة طوها ثلاثة، بيتها انترس غراض، مواد غذائية، شنو اللي ببالكم؟ شنو اللي ببالكم ممكن كانت محتاجتها أم إبراهيم؟ العراقيين وفروا لأم إبراهيم فزعة عراقية يعني بامتياز. شنو أنتوا يا العراقيين؟ مثل ما شفنا الشعب السوري من قال لكم عمي فزعونا وفزعتوا، اليوم الفزعة العراقية فزعت لأم إبراهيم من البصرة. والدنيا رمضان وراحوا وركبوا سياراتهم، قالوا الطريق بعيد، قالوا ممكن يصير علينا شيء، قالوا علينا جهد إضافي، انتهى الموضوع. مرة عراقية محتاجة طلبت نخوتنا وإحنا توجهنا إلها وصارت استجابة من المسؤولين موجودين بالدولة. اللي أنا جاي أوضحه بهذا الفيديو الغيرة اللي تشوفوها يم العراقيين واللهفة بمجرد ما يشوفون شخص عراقي، كانت مرة
او رجل محتاج لمساعده راح تلقون العراقيين يفزعوا لهم ويرقضوا لهم حفاي حتى يقدموا لهم اللي هم محتاجيه. تعالوا خلينا نشوف هذا الفيديو. وحق الحسين مشوار وزلم فزعت، هاي غيرة العراقيين والبصرة واهل الناصرية. والنعم والله من الناصرية. على العراق هذا العراق، ووصل هاي الرسالة للحكومة. الله العراق بلد الأنبياء، العراق بلد الأوصياء، العراق بلد الرحمة. هذا الشعب اللي يخدم البلد، هذا الشعب اللي يضحي. لا تجيني ليش تصيح، تدري المنى تصيح؟ وجيت من الناصرية للبصرة، فانكم المنى توصلونه. هذا العمل كله الشهداء العراق وعلى رأسهم أبو تحسين الصالح الشيخ الشهداء وصل هذا المقطع لأبو صالح والكل شيخ والكل عشيرة عندها شهيد. هاي ثواب دماء أبنائكم، ولو ما أبنائكم ما يصير عندنا حافز، لو ما دماء ولدكم ما يصير عندنا غيرة. وإذا أنت عندك غيرة وتريد توصل هاي الرسالة مع العراق، وصل له هذا المقطع الكل مسؤول، قل له دول العراق وإحنا العراق. والله والنعم منكم أهل البصرة، والنعم من الغيرة العراقية الأصيلة، الغيرة اللي تحس بها حرورة مال أهل البصرة وأهل الناصرية. من شافوا الحرمة أختهم محتاجة فزعولها وجو قعدوا بالبيت وترسوا البيت غراض. بعد ما كانت أم إبراهيم تملك ربع دينار، اليوم أم إبراهيم توزع أكل للناس اللي يمها، للناس اللي محتاجة. دشوفون شنو العراقيين، دشوفون شنو نخوتهم، دشوفون شنو إنسانيتهم. وحتى المحتاج عد ما ينطوه ويوفروا له أغراض، يقوم هو الفائض عنده والزائد اللي ما يحتاجه ينطيه للناس الفقرة اللي يمه، للي يحتاجون من عنده أغراض. هم ذول العراقيين المتكاتفين اللي احنا دائما نجي ونسولف عليهم وعلى مواقفهم المشرفة الإيجابية اللي تستحق حقيقة احنا نجي من الصبح لليل ونسولف عليها. عاشت ايدكم، والله يكثر من امثالكم، ومو غريبة على الناصرية وعلى البصرة وعلى كل المحافظات العراقية هاي الفزعة الحلوة المرتبة اللي انتم بمجرد ان شفتوها عبر مواقع التواصل طلعتوا وضجيتوا ورحتوا لها وانطيتوها اللي تحتاجها. عاشت ايدكم، والله يكثر من امثالكم. من هذا المقطع انتقل لمقطع اخر تم تصويره بالعراق ووصلنا عبر البريد. تعالوا خلينا نشوف. ما يوم ننساها شمسنا لدوم تضوينا، شمسنا لدوم تضوينا، درتنا السماء ويا مودتنا حسين، درتنا السماء ويا مودتنا حسين. السيارة الأربعة يا شوف الإنسانية على الجنة تدلين على أحيا شنو ممكن أسولف، شنو ممكن أقول، شنو ممكن أضيف يا أخوان؟ والله العظيم حيرتونا يا العراقيين، والله العظيم خلتونا حتى ما نعرف نسولف، ما نعرف نوصف كرمكم ولا إنسانيتكم. هذا الشاب بالمطار على باب الله، شاب بسيط يبيع الكلينكس، ما مد إيده يبيع الكلينكس على باب الله، فشاف أحد الشباب العراقيين المرتبين أصحاب الغيرة والدنيا تمطر وهو جوا المطر ما يقدر يرجع للبيت، لازم يجيب وياه مصرف، لازم يبيع كلينكس، يعني لازم يبيع فد وجبه من عندهن حتى يرجع وياه مصرف مال البيت. جاء وانطاش شمسيه وبقى هو بالمطر. شنو هاي؟ شنو هاي الانسانيه؟ شنو هاي الغيره؟ ممكن واحد يجي يفسر لي اياها؟ لو لا، هاي اختصت يم العراقيين، والعراقي ايش سواها، واحنا من نشوفه كعراقيين ما نستغرب، لان هي هاي شيمة العراق اللي هو متربى عليها من هو وصغير. ما اقول بس عاشت ايدك، والله يوفقك ان شاء الله لفعل الخير لانك عراقي. انتقل لمقطع اخر تم تصويره ايضا بالعراق. تعالوا خلينا نشوف. تعالوا هلا نفخر
جسر. يعني مثل ما بين بالفيديو انه شاب دا يصلح بسيارته وعلى ساعة لا يعني اشتعلت نار وناس مارين من يمه قريبين جيراننا اصدقاء ما اعرف صارت فزعة قاموا يركضون هذا الشايل تراب بيده قام يخلي تراب بشيله لو يروح حتى يطفي السيارة في حين هو يعني ممكن يصير لا سامح الله تنفجر السيارة ويتأذى او يصير بشيء او يفقد حياته لكن هو ما فكر فكر انه ممكن انا اريد اساعد هذا الشخص لان هو بازمه ومحتاج مساعده بس ما طلبها بلسانه انا حسيته محتاجها رحت ركض ساعدته تشوفون احد اسباب الرحمه الالهيه اللي موجوده علينا بالعراق هي هاي القلوب المتكاتفه القلب على قلب انه احنا نحس بالانسان المحتاج حتى لو هو ما يطلب بلسانه عاشت ايدكم على هذا الموقف المشرف البطولي الراقي ممكن شو ممكن اوصفه عاشت ايدكم من هذا المقطع انتقل لمقطع اخر تم تصويره بالعراق هذا قوي تعالوا خلينا نشوف الم شبيه العمر قضى يعني هذا الشاب ما اعرف صاعد عند الضغط او عانى من الم شديد بطنه ما اعرف المهم مبين بالفيديو انه هو ما يقدر حتى يمشي رجليه ما يعيننه وطلعت والدته تركض عليه تريد بس تتشي عليها وتشيله حتى تدخله للبيت تعالوا شوفوا شنو صار حقيقة الله على هاي المواقف الله على غيرتكم اللي هو طفل لكن كبير بهذا الموقف كلش كبير اجى يركض عليه هو جيرانهم اجى يركض عليه وخلاه على كتفه حتى يدخله ويساعد جيرانها يعني امه والدته زوجته اخته ما اعرف ويدخله للبيت يقول الشاب بعد ما تحسنت حالتي ورجعت للكاميرات مال المراقبة شفت الموقف حقيقة بكيت وجسمي قشعر شنو هاي الإنسانية شنو هاي الروح العالية اللي موجودة عند هذا الطفل العراقي وهو ركض من البيت بس شافه محتاجين مساعدة وشاف والدته جاي تساعده حتى يدخل البيت اجى ركض ووقف وياه وسنده حتى يدخلوا للبيت حقيقة الله يوفقك وإن شاء الله إلك مستقبل كلش زاهر وإنسانيتك وغيرتك أهنئك عليها لأن أنت عراقي وإن شاء الله تبقى على هاي الإنسانية وعلى هاي الغيرة وبعد أزيد من هذا المقطع أنتقل لمقطع آخر تم تصويره بالعراق خلي نشوف حقيقة اللي يشوفون هذا الفيديو أتمنى أنه يحفظوه ويرجعون يشغلوه بعد 30-20 سنة ويشوفون الأب شنو كان يسوي لأطفاله شنو كان يسوي لكم هذا الفيديو لإحدى المحافظات العراقية من صارت بيها فيضانات قبل أسبوع أو أسبوعين الآباء هنا أكثر من أب الفيديو مطلعة أنه شايلين بناتهم الطالبات جايين للمدرسة على ظهورهم ويصعدوهم بالسيارة حتى يودوهم للبيت والأب نازل بالمي ومتبلل وبنطرونه والدنيا باردة في سبيل حتى بنته لا تتأذى حتى بنته شايلها خلخالها على ظهره
ويوصلها للبيت بكل أمان. هذا الفيديو لآباء عراقيين، هسه هذا ما راح نقول عليه موجود بس بالعراق، لكن أنا أتمنى لهؤلاء الطالبات البنات الصغار أنه يحفظون الفيديو هذا ويخلوه يمهم بالموبايل، حتى باكر عقبه يتذكرون الموقف اللي كان أبوهم يسويه لهم ومسوي أزيد، أنا متأكد 100%. الله يوفقكم إن شاء الله على هيج فيديوهات إيجابية، هيج فيديوهات تفتح النفس، هيج فيديوهات تفرحنا من كل قلوبنا. من هذا المقطع انتقل لمقطع أخير بحلقة اليوم، هو خاتمة الحلقة، تم تصويره بالعراق، تعالوا شوفوا البساطة. ما اعرف شنو اقول حقيقة، هاي البساطة اللي تشوفوها بالعراق، وهو صاعد ويا والده او عمه او اخوه بالستوتة ويقرأ، حاق الكتاب بايده يقرأ، ان شاء الله تصير اللي انت كنت تتمناه. اذا كنت تتمنى دكتور ان شاء الله تصير دكتور، واذا كنت تتمنى مهندس ان شاء الله تصير مهندس، وان شاء الله الله يفرح اهلك وذويك بيك على هذا الموقف اللي انت بهاي البساطة بهاي الروح الحلوة انت قاعد بالستوتة تتوصل لمدرستك، تتوصل لبيتك، تتوصل لكليتك، ما اعرف، انت بهاي البساطة جاي تنطي درس كلش كبير بالايثار، بالغيرة، بالنخوة، بالبساطة اللي نعيشها هنا بالعراق، وببالك هدف تريد تحققه، شما كانت الظروف لازم توصل لهدفك، وان شاء الله توصل لهدفك. اخوان الحلقة اللي هنا انتهت، كل المقاطع اللي عرضناها بهاي الحلقة هي عراقية بامتياز، مثل ما عاهدنا نفسنا انه شكو مقطع يخص الشعب العراقي والعراقيين بالعراق راح تلقوه بهذا البرنامج. مو بس هيج، شكو مقطع وشكو مبادرة وشكو تجربة اجتماعية تدل على غيرة وكرم وسخاء العراقيين راح تلقوها موجودة بهذا البرنامج. مو بس هيك، شكو شيء بدينا احنا نطلع خارج حدود العراق ونشوف ردة فعل العرب والناس المو عراقيين بالشعب العراقي، راح تلقوها بهذا البرنامج. انتظرونا بحلقة جديدة ومقاطع عن العراق والعراقيين جديدة. مع السلامة.